مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم وحيثما وجدتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في رحاب هذا المجلس المتجدد من مجالس القرآن الكريم. نسعد كثيرا مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا وأن تتابعونا فيما سيجود به أساتذتنا الكرام من دلالات ومعاني لهذه الآيات الكريمات، مستمرين بحول الله سبحانه وتعالى في مدارسة سورة الطور، واليوم سيكون بحول الله الختام مع هذه السورة في الآيات المتبقيات من هذه السورة، الآيات 35 إلى غاية الآية 49 والأخيرة. مشاهدين الأفاضل، دعوني باسمكم جميعا أن أسعد بالترحيب بأساتذتنا الكرام. أستاذ مالك بعمر السنة، مرحبا بك أستاذنا. وسهلا مرحبا أخي أمين، الله يبارك فيك. أستاذنا يحيى مرحبا، حياك الله أخي الأمين، وأمسية مباركة إن شاء الله. إياك إن شاء الله. أستاذنا أستاذ عبد الكريم حمدوش، مرحبا بك أستاذنا. أهلا وسهلا بكم أستاذ يمين وبالمشاهدين الكرام وبفريق العمل، الله يبارك فيك أستاذنا. ومعك نبدأ قراءة لهذه الآيات الكريمات، تفضل أستاذنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيك أستاذنا على هذه القراءة، ونشرع بحول الله سبحانه وتعالى في مدارسة هذه الآيات. وكما دأبنا في تقسيم كل قسم إلى مقاطع، مقاطع ستة لهذا القسم كذلك، مع المقطع الأول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، مع أستاذنا أستاذ مالك. تفضل أستاذ. بارك الله فيك، الله يجزيك، ورحب بك ورحب بشيخي الفاضلين
وبفريق العمل وبالمشاهدين الأكارم. هذا إن شاء الله هو الجزء الأخير من هذه الصورة، صورة الطور، التي فيها إبطال لكثير من دعاوى المشركين. وصلنا بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى اتهاماتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كاهن وأنه مجنون وأنه شاعر وأنهم ينتظرون موته حتى يزول أثر شعره، وتحديهم للإتيان بمثل القرآن فليأتوا بمثله بحديث مثله إن كانوا صادقين. انتقل معهم القرآن إلى حجة عقلية قوية جدا، وهذا دليل على أن القرآن يستعمل العقل لإثبات وتقرير العقائد ولبيان إبطال العقائد الفاسدة. فالله سبحانه وتعالى استعمل هنا مسألة الخلق، قال عز من قائل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في ثلاث آيات أم الإبطالية هذه للإضراب وردت في ثلاث مواضع. الله عز وجل استدل على ربوبيته بالخلق في مواضع كثيرة من القرآن. يكفي أن أول سورة وردت يقول الله فيها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ويقول: أفمن لا يخلق كمن لا يخلق، ويقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذه الموارد دالة على أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وبالتالي له الأمر، كما قال في الأعراف: آل له الخلق والأمر. فالله عز وجل هنا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلقوا من غير شيء من عدم؟ لأن العدم لا يمكن أن يوجد شيئا موجودا، هم الآن موجودون. هل خلقوا من غير شيء أي من عدم قول، أم خلقوا من غير شيء أي هكذا جزافا واعتطافا عبثا بغير حكمة، كما في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وفي قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقيل: أم خلقوا من غير أب أو أم، لأن لا أحد ينكر أنه خلق من أب وأم، كل الناس كانوا يرونه لما كان طفلا صغيرا. وقيل: هل خلقوا من غير ماء وتراب؟ وفي كل هاته الاحتمالات الله سبحانه وتعالى هنا يؤكد بطريقة خفية على البحث، لأنكم خلقتم من أشياء لم تخلقوا من عدم، فإذا أعدمتم وأنتم أشياء فإن الله قادر على إحيائكم مرة جديدة. وهذا كله لإثبات آية وردت في أول السورة، وهي قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. أي أنكم لم تخلقوا من غير شيء هكذا، إنما خلقتم، خلقكم خالق هو الله سبحانه وتعالى، وما دمتم خلقتم خلقكم خالق ولم تخلقوا عبثا، لأن هذا الخالق منزه عن العبث، فإن هناك يوم قيامة ويوم بعث ستحاسبون فيه. الجواب سيكون جوابهم بالضرورة: لم نخلق من غير شيء، أي خلق أوجدنا موجد. ثم الله سبحانه وتعالى انتقل معهم، ترقى إلى مرحلة، إلى حجة أعلى. في الحقيقة في القرآن أحيانا القرآن يبدأ بالأعلى ثم ينزل، الآن بدأ معهم منحا آخر: أم خلقوا من غير شيء، لأن خلقوا ليس كما كأهم الخالقون، الخالق أعظم. صح. فإذا تبين أنك غير مخلوق وأقررت بذلك فستقر بكل ما هو آت. أم هم الخالقون؟ قيل: الخالقون خالقوا أنفسهم، أكثر المفسرين على هذا أي خلقوا أنفسهم، وقيل: الخالقون مطلقا، خالقوا كل شيء. والذين قالوا خالقوا أنفسهم لأنه قال: سيقول بعد أم خلقوا السماوات والأرض، وقال بعضهم: أم هم الخالقون، فيه احتمال أنهم خلقوا فتعبوا، لأن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أنه لا يتعب. هم أفعينا بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول وما مسنا من لغوب. هم لماذا أنكروا أن يخلق الله هذه المخلوقات؟ لأنهم قاسوا قدرة الله على قدرة أنفسهم، فرأوا أنهم عاجزون عن ذلك فقالوا: إن الله مثلنا. فكأن المعنى: هل خلقوا مخلوقات كثيرة فأتعبهم ذلك؟ ثم الآية بعدها: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. طبعا مادام لم يخلقوا من غير شيء ولا خلقوا أي شيء، بل إن القرآن قال: لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. أم خلقوا السماوات والأرض، طبعا ربي بيّن في القرآن الكريم واستدل بالسماوات والأرض على بحث، فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي
بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وفي آية بقادر على أن يخلق مثلهم، وذكر هذا في الإسراء. فهم لم يخلقوا من غير شيء، ولا خلقوا شيئا، وبالضرورة لم يخلقوا السماوات والأرض. إذن هناك خالق خلقهم، فمقتضى العقل أن يؤمنوا به، لكنهم استكبارا وجحودا وعتوا بل لا يوقنون، نفى القرآن إيقانهم وإيمانهم لتكبرهم، مع أنهم يعلمون أن الله هو الخالق. الله يبارك فيك شيخ، بارك الله فيك على هذه المعاني. أستاذنا يحيى، ربما أنا ما شدني هو ختام هذه الآية بل لا يوقنون. لماذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بالإيقان واليقين كما قال أستاذنا أستاذ مالك؟ وربما يكفي أن يقول أفلا يعلمون إن صح التعبير، أو يكفي أنهم يعلمون بذلك حتى نتدرج في اليقين يعني. جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. هذا ربما جاء تعقيبا على قولهم حينما يسألون من خلق السماوات والأرض، فإنهم يقولون الله. فالله تعالى أرشد بأنهم يقولونها وهم غير موقنين بها، يقولونها من غير يقين بل لا يوقنون، يقولون هذا لكنهم غير موقنين منه. وعدم اليقين هذا الذي دعاهم إلى الإنكار وإلى المعاندة وإلى المكابرة. هذا في هذه الآية التي سألت عنها، الكلمة التي سألت عنها. ثم كإضافة على ما جاء به الشيخ مالك جزاه الله تعالى خيرا، هاتين الآيتين اللتان تتحدثان عن الخلق، والتي قبلهما التي تتحدث عن يعني الإتيان بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إرشاد من الله، وهو الذي خلق العقل، خلق الإنسان وخلق له العقل، يرشده إلى ما يستعمل فيه عقله، أي يرشده كيف يستعمل عقله، أو الوظيفة التي خلق لأجلها العقل. فبعد أن أنكر الله تعالى عليهم استخدام عقولهم في غير ما خلقت له، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بل هم قوم طاغون، أي أخرجوا عقولهم عن الوظيفة التي خلقوا لها، حينما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر أو مجنون أو كاهن. فهنا مجال استخدام العقل، انظر إلى الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فإذا كان لا أحد من البشر يستطيع أن يأتي بمثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. هنا استخدم عقلك. كذلك أم خلقوا من غير شيء، ما دمت لم تخلق نفسك ولم تخلق حتى أبنائك ولم تخلق أحدا، حتى ذبابا كما قال أستاذنا، حتى ذبابا حتى يعني ربما تدعي أنك فيهم سبب كالأبناء، لكن أنت تنتظر رحمة الله، لو شاء لجعلك عقيما، ولو تأخر الحمل لسرت تسأل الله عز وجل. فبالتالي لا تستطيع أن تخلق شيئا وأنت مخلوق، فهذا يدل على أن هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك إشارة إلى أن أسفه العقول هي عقول الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الملحد لما يجيه وراكب في سيارة وتقول له أن هذه السيارة التي تركبها وتقودها إنما صنعت نفسها، أوجدت هكذا، ينكر عليك. تقول له هذه الدار والعمارة التي تسكنها وجدت هكذا، فينكر عليك. فإذا قلت له هذا الكون الفسيح الذي تسكنه، هذه الأرض التي يسكنها 7 ملايير من البشر، لها خالق، يقول أوجدتها الطبيعة. هذا أسفه العقول في الحقيقة. نعم. الله يبارك فيك أستاذنا. أستاذ عبد الكريم، الله يحفظك يا أستاذ. تفضل. الآيات هذه التي تحدث عنها الشيخ مالك جزاه الله خيرا، والشيخ يحيى كذلك جزاه الله خيرا، مردها كما ذكر الشيخ مالك قبل قليل إلى قوله عز وجل في أول هذه السورة: إن عذاب ربك لواقع. الله تبارك وتعالى لما أرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يبلغ ذلك إلى قومه، كان مما دعاهم إليه وبينه لهم في دعوته أنهم سيموتون وأنهم سيحاسبون، وإن لم يوحدوا الله تبارك وتعالى سيعذبون. هذا الذي لم يقبله المشركون ولم يعتقدوه، فصاروا يكذبونه
فالقرآن تعامل معهم ببيان أن هذا سيقع، فتكلم عن خلقهم وتكلم عن خلق أكبر من خلقهم وهو خلق السماوات والأرض. ولذلك نجد في هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في آية قال الله فيها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، دائما يجمع القرآن الكريم بين هاتين القضيتين، يعني خلقهم اللي هو شيء بسيط كما قال الله عز وجل من ماء مهين، خلق الإنسان من ماء مهين طبعا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، وخلق أكبر من خلقهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان القرآن دائما في يعني في الرد عليهم وفي إبطال مزاعمهم يحاول أن يحرك عقولهم من هذه الناحية، ولكن للأسف كما قال القرآن الكريم بل لا يوقنون، ويوم القيامة يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله أعلم. يبارك فيك، يبارك فيك إن شاء الله الكريم. واصل مع المقطع الثاني. أستاذنا أستاذ يحيى، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين. نعم، جزاك الله تعالى خيرا. توصل آيات القرآن الكريم إقامة الحجج الدامغة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وأن الله هو الذي لابد أن يعبد، ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول عز من قائل أم عندهم خزائن ربك، أي هل يملكون مع الله سبحانه وتعالى شيئا من خزائن الله تعالى التي لا تفنى؟ خزائن الرزق أكثر مفسرين على أنها الرزق، لكن خزائن الله تعالى شتى، فالله سبحانه وتعالى له خزائن كل شيء، خزائن العلم بيد الله سبحانه وتعالى، خزائن الذرية بيد الله سبحانه وتعالى، خزائن العافية والصحة بيد الله سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك، ليدل هذا الإنسان المكابر الذي ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر يوم البعث أو ينكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يبين له عجزه وضعفه بأنه لا يملك شيئا. أم عنده خزائن ربك، لو شاء الله تعالى أن يمسك ماء السماء من يأتي به؟ لو شاء الله عز وجل أن يمسك ضياء النهار من يأتي به؟ أو ينزله لكنه أجاج. نعم، فهو بين أيديهم لكن لا ينتفعون، لا ينتفعون به. فإذا أراد الله عز وجل أن يبين للإنسان من خلال هذه الآية عجزه وضعفه، وأنه في حاجة إلى رب، وأنه في حاجة إلى خالق. الإنسان بلا رب وبلا خالق لا يستطيع أن يعيش، لأن الرزق من عند الله عز وجل، والحماية والحفظ من عند الله عز وجل. أما يكلأكم بالليل والنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار، أي من يحفظكم الله سبحانه وتعالى. أم عنده خزائن ربك، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، فلا يملكون ولا يتصرفون، لا قدرة لهم. أم هم المسيطرون، المسيطر هو المتسلط القاهر أو والمتصرف، المتصرف والمتحكم. المسيطر هو الذي يتحكم، له القدرة على التصريف، وهذه القدرة ليست إلا لله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من يستطيع أن يمسك أجله فلا يموت؟ طيب خلينا هذه بعيدة، من يمسك النوم فلا ينام؟ شحال يشد الإنسان ما يرقدش نهار يومين ثلاثة أيام، يجد نفسه مجبرا على النوم. فصاحب القدرة المطلقة الذي يتصف بأنه المسيطر، أي الله، هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو القاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل شيء بإذن الله عز وجل. فهذه الآيات ترشد الإنسان إلى عجزه، والعاجز الضعيف يحتاج إلى قوي قادر يحفظه ويحميه ويرشده، وهو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إليهم أنكم بدل أن تعاندوا الله عز وجل وتكابروا وتشاقوا الله ورسوله، الخير أن تكونوا إلى جنب الله عز وجل، أن تؤمنوا بالله عز وجل وتتخذوه ربا فيكون لكم وليا. الله ولي الذين آمنوا، فإن كان الله وليكم فإن في هذا كل الخير لكم،
ينفعكم الله سبحانه وتعالى ويدفعكم الضر الله سبحانه وتعالى، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. حجة أخرى، أم لهم سلم أي مرقا يصعدون فيه فيبلغون أسباب السماوات ويستمعون إلى أخبار الملائكة بما يوحي الله عز وجل إليها، إن كانوا كذلك فليقيموا حجة، فليأتي مستمعهم أي من بلغ هذه المرتبة وهذه المنزلة منهم واستمع إلى خبر السماء فليقل ما جاء به، فليأتوا بسلطان أي بحجة واضحة بينة مبين أي واضحة وبينة، محمد صلى الله عليه وسلم أخبركم بأنه جاءكم بخبر السماء، جاءكم بالوحي وأنزل، جاء يعني عفوا وجاءكم بكلام الله عز وجل الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. أنتم إذا كنتم وصلتم إلى هذا فأتونا بما جئتم به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولكنهم كذلك عجزوا ولم يأتوا بشيء يدعون أنه من وحي الله أو من كلام الله. فهذه كلها حجج دامغة تدل الإنسان على أن له خالقا ربا لابد أن يعبده وأن يطيعه، بل مصلحته تكمن في طاعة الله عز وجل والإنقياد له. بارك فيك شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك أستاذ عبد الكريم. شيخ مالك. أستاذ مالك تفضل. الآية التي ذكرها الشيخ يحيى خزائن في القرآن عامة فيها تعريض بمخلهم، لأن الله قال في موضع قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، هذا لو أنتم تملكون. وقال بعضهم فيها تعريض باعتراضهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالوا إنه ساحر ومجنون، والقرآن سجل هذا عليهم في مواطن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويؤكد هذا التفسير قوله تعالى في صاد أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من الذكر، بل هم في شك من الذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن ورحمة ربي. وفي البقرة ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وفي الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أجعلتم أنفسكم متحكمين في خزائن الله حتى صرتم تتعجبون كيف صار محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، أنتم الذين تعطون وأنتم الذين تمنعون، والحال أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل ذلك. وفي الآية الثانية فيه نوع تهكم بهم، أم لهم سلم يستمعون فيه، طبعا لأنه حتى يلحق إلى السماء يجب أن تكون له وسيلة والوسيلة هي السلم، وهم يعلمون أن لا سلم يوصلهم إلى السماء. فليأتي، شوف الفقهاء قال فليأتوا بحديث، لا قال فليأتي مستمعهم، لأن السلم لو كان ينوب عليهم واحد ما استطاع أن يرقى فيه إلا شخص واحد، ينوب عنهم واحد، يعني يكفي أن يكون فيكم واحد فقط فيأتيكم بالخبر، بشرط بسلطان مبين كما قال الشيخ يحيى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سيحدث شيء ويحدث. الآن جيبوا أدلة بشرط مبين، لأنهم يمكن أن يأتوا فيأتوا بعض الخرافات وبعض الأكاذيب ويقولون هذا الذي سمعه مستمعون، فيقال لا عبرة بسماعه حينئذ. الله يبارك فيك شيخ. ربما في كلمة خزائن التي فسرت على أنها خزائن الرزق وفسرت على أنها الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نتوسع كذلك في هذا المعنى بالنسبة للمشاهد الكريم حتى لا يظن أن الرزق فقط هو ما يحصله من مال، قد يكون الرزق ولدا صالحا، قد يكون عافية في البدن، قد يكون جيرانا في معاملاتهم يحسنون إليه، إلى غير ذلك من النعم والأخلاق، إلى غير ذلك من الأمور التي تعد كذلك من خزائن الله سبحانه وتعالى التي ينعم بها على عباده. ولذلك أطلقها ولم يذكر معمولها حتى يذهب حتى يذهب كما معناها إلى كل ما أمكن أن تتصوره فهو داخل. الله يبارك فيك شيخ. نستمر مع المقطع الثالث. أستاذنا أستاذ عبد الكريم، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. تفضل. نعم بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخ وفي الأستاذين الفاضلين. إذن لا تزال هذه الاستفهامات التي هي للإنكار
وللتوبيخ وللتعريض بهم ولتسفيه أحلامهم تتواصل مع الآيات. قال الله تبارك وتعالى: أم له البنات ولكم البنون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أول آية قوله عز وجل: أم له البنات ولكم البنون. الخطاب هنا موجه للمشركين الذين كذبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا بأن الملائكة هم بنات الله تبارك وتعالى عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. طبعا هذه الآية فيها تسفيه لعقولهم وفيها أيضا تركيك لعقولهم ولتفكيرهم لأنه غير سليم، كأن المعنى من يفكر بهذا التفكير ويقول بهذا الكلام بأن الملائكة هم بنات الله هذا لا يعتبر من العقلاء، ولا يستبعد أيضا أن ينكر البعث وأن ينكر النشور يوم القيامة. نلاحظ في هذه الآية أستاذ يمين أن الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها يعني التفت إلى الخطاب إليهم. في الأول كان يقول: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، ومن بعد قال: أم له البنات ولكم البنون، يعني صار يخاطب مباشرة، قال لتشديد الإنكار عليهم ولتوبيخهم. في هذه الآية فقط لتغير الضمير الخطاب، يعني صار الآيات الأخرى كان بضمير الغائب وسمى بالالتفات والتي بعدها كذلك وسمى بالالتفات. ولو يعني نظرنا في المصحف الشريف القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى قد أنكر عليهم وقد أبطل مزاعمهم هذه في مواضع شتى من القرآن الكريم، منها قوله عز وجل في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني الذكر، وقال بعدها: ويجعلون لله ما يكرهون، وقال أيضا في سورة الصفات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، يعني من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها عليهم وأبطل فيها مزاعمهم. الذي يمكن أن نستخرجه من مجموع هذه الآيات التي أنكر الله عز وجل عليه فيهم، أولا أن فيها نفي الشرك ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العاجز هو الذي يحتاج إلى الشريك، أما الله عز وجل فهو قادر وقدرته مطلقة كما تفضل شيخنا يحيى قبل قليل، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى الشريك الذي يعينه سواء كان ولدا أم كان غير ذلك. يستخرج منها أيضا إثبات البقاء لله تبارك وتعالى. لماذا؟ الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول أيضا في آية أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه ذلك من هذه الآية يعني إثبات بقاء الله تبارك وتعالى أو البقاء لله تبارك وتعالى أن اتخاذ البنات والبنين يجري على من يجوز عليه الفناء الذي يموت يفنى، أما الله تبارك وتعالى فحي لا يموت. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت ولا يحتاج لولد يرثه بعد ذلك. ونجد أن الله تبارك وتعالى أيضا قدر هذا التوالد على البشر وعلى غيرهم في الحياة الدنيا لأنهم يموتون ويأتي من يخلفهم بعد ذلك وبه عمارة الأرض. ولذلك في الجنة لا يوجد التوالد. لماذا؟ لأنها دار بقاء ودار خلود للمؤمنين، فلا يحتاج الآباء إلى الفناء. هذه الآية أيضا نستخرج منها ماذا؟ إثبات قوة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل له القوة، قال في سورة البقرة: إن القوة لله جميعا إن الله شديد العذاب. هذا على قراءة الإمام أبي جعفر والإمام يعقوب البصري رحمهم الله. فوجه استخراج هذا المعنى من هذه الآية أنهم أولا هؤلاء المشركون ادعوا الولد لله تبارك وتعالى، ومن صنف الولد أضعفهم، يعني ادعوا من صنف الولد أضعفهم اللي هم البنات. طيب، وفي ادعائهم هذا حتى يجعلوا الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا في مقام الضعف وهم في مقام القوة، وباعتقادهم هذا أنهم سوف لا هذا الذي يعتقدون أنه أضعف منهم لا يقوى على تعذيبهم يوم القيامة. ولذلك قالوا في سورة أخرى: ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن
بمعذبين، وتعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فقد أبطل زعمهم هنا في هذه الآية بهذا الاستفهام الإنكاري ليثبت أن القوة لله تبارك وتعالى، ونفى الشريك عنه أيضا جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذه الآية طبعا ورد نظيرها في سورة أخرى، في سورة القلم في الآية 46، وكلتاهما في السياق نفسه، في سياق إبطال مزاعم المشركين الذين كذبوا بالقرآن الكريم. قال في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. في سورة القلم قال الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وطبعا من وجوه التنافس بينهما، يعني لو نشوف السياق الذي وردت فيه هذه الآية في سورة الطور أو اللي وردت في سورة القلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلا السياقين أمر بالصبر لحكم ربه. هنا في هذه السورة وش قال ربي عز وجل في آخر السورة؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. في سورة القلم قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، إلى آخر الآيات. فقول عز وجل: أم تسألهم أجرا، يعني الكلام موجه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطبعا فيه استفهام من باب التوبيخ والإنكار عليهم، يعني كأنه قال: يا محمد وأنت تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، هل طلبت منهم مالا كثيرا أثقلهم لم يستطيعوا أن يؤمنوه ولا أن يسددوه فكذبوك ولم يقبلوا هذه الدعوة منك؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى القرآن عنه قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينفق من ماله، وكذلك الصحابة الكرام يعني المؤمنون الذين آمنوا به وسعوا في دعوته كانوا ينفقون من أموالهم في سبيل هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب هو ما غاب عنك وما توارى عنك، لا تعلمه ولا تعرفه لا في الجملة ولا في التفصيل. صح. وطبعا هذا استفهام آخر يفيد النفي ويفيد التوبيخ أيضا، لأن الجواب عن هذا الاستفهام هو لا، لا يعلمون الغيب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مؤيدا بالوحي، هو نفسه لم يكن يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه استثناء، أما في حقيقته فلا يعلم الغيب إلا الله. نعم، بالعكس الله عز وجل أمره أن يعلن ذلك، قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ما ورد في سورة الأنعام. بل ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته ورأى هذه البرمة القدر هذه على النار تغلي وفيها لحم، قل لم يكن يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها، وهذا يثبت أنه لا يعلم الغيب. ومنها أنه كان مع سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فانخنس عنه ساعة ولم يدري النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي مكان ذهب، فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخ، بارك فيك أستاذنا أستاذ مالك. حقيقة في هذه الآيات التي شرحها شيخ حمد حفظه الله تفنن من القرآن الكريم، من جهة أن القرآن كأنه قال: أين عقولكم؟ أنتم تعبدون ربا وتنسبون إليه شيئا تكرهونه وتدعون لكم الذكور مع الإناث، وبعضهم قال في الحقيقة الإناث لأجل البقاء هن أكثر بركة، لذلك في الأغنام تذبح الخراف ولا تذبح النعاج. صح. فكيف أنتم تدعون لله البنات والحال أنكم تكرهونها؟ هذا تماما مثل القساوسة الذين يقولون عيسى بن الله ويقول إن قساوستهم لا يتزوجون. ثم قال: أم تسألهم أجرا، ولم يقول مالا أو شيئا، في إشارة إلى أن عملهم لو كان مقابلا لما طلبت منه ولو طلبت منهم كل شيء لكان قليلا. لم يقل أم تسألهم مالا، يعني الشيء الذي يفعلونه يكون مقابلا لما سيطلبونه يوم القيامة. أم تسألهم أجر، أن الأجر لا يكون إلا على مقابل. لو قال أم تسألهم مالا لفهم أنه مال هكذا وانتهى، لكن سماه أجرا في مقابل ليدل لو يعني لو أنكم تعطون هذا مقابل شيء، والحال أنهم لم يطلب منهم أي شيء، طلب منهم الإيمان. يعني لو أنكم تؤمنون ويكون هذا شيء تؤدونه بمقابل
لكنتم تؤدون كل ما لديكم لما ينتظركم من الفوز والنجاة. بارك الله فيك. والحال أنه ليس بأجر. صح. لكن ربي لما تكلم عن المؤمنين قال سيؤتيهم أجرهم. المؤمنين الذين عملوا عملا بسيطا سماه الله أجرا، كأنكم ستدخلون الجنة مقابل ما كنتم تعملون. وهذه الآية مهمة، أهل الدعوة عليهم أن يتقللوا وأن لا يطلبوا شيئا من الناس. وذلك قال مؤمن آل ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الداعية قوي ما لم يطلب شيء، إن أعطي شيء تحكم فيه. وأمر الأنبياء في سورة الشعراء أن يقولوا جميعا: وما أسألكم عليه من أجر. ثم قال: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. كلمة يكتبون فقط، متى يكتب الإنسان شيئا؟ إذا كان متلقنا. لو قلت شيئا يقول لك تكتب هذا، هتقول لا، تثبته على نفسك. إذا كتبت القرآن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل الآية يدعو زيد اكتب، لو كان باطلا لبان باطله ومتحقق. لكن هم لا غيب عندهم ولا يكتبون. إذن لا أنتم تؤدون شيئا ولا أنتم تعلمون الغيب، فعلامة لا تؤمنون بهذا النبي. الله يبارك فيك. حتى في مسألة الكتاب، القرآن الكريم لو لم يكن مكتوبا يعني يستمر إلى هذا الوقت ويبقى يتحدى في الناس. إن أردتم أن تتحدوا هذا القرآن الكريم فهو أمامكم مكتوب، فأتوا بمثله أو أعطونا شيئا من الشبهات التي تتعلق به. أستاذ يحيى، في قول الله عز وجل: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني لو كانوا يستخدمون عقولهم هو لم يسألهم أجرا ووعدهم أجرا، وإن لم يكن أجرا ماديا لكنهم وعدهم أجرا أعظم من المادة. فلو كانوا فعلا يحسنون استخدام عقولهم لاتبعوه، لأنهم لم يخسروا شيئا من دنياهم، لم يدفعوا شيئا، وهم موعودون بأجر عظيم في الدنيا ويوم القيامة مقابل هذا الاتباع. صفقة رابحة، صفقة رابحة، يعني رابحة 100%. لم يسألهم أجرا ووعدهم أجرا، فلو كانوا فعلا يحسنون استخدام هذه العقول لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك فيكم أساتذتي الكرام. أستاذ يمين، فقط لو سمحت دقيقة للتنبيه فقط على مسألة أخذ الأجرة على مثلا تعليم ما يتعلق بعلوم الشرع مثلا، أو تحفيظ القرآن أو تعليم القرآن الكريم. بعض أهل العلم منع ذلك استدلالا بهذه الآية وبغيرها، لكن الكلام في تفصيل. حتى الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. كاين أشياء مثلا في كتابة المصاحف، في إقراء القرآن الكريم، الإنسان إذا جعلت له جعالة، يعني كانت على سبيل المؤاجرة في كتب مصحفين أو قراءة القرآن، يكون مقابل الوقت الذي يصرفه فيه أو الجهد الذي يبذله. أما يقول مثلا صورة بعينها كما قال ابن عباس: اجعل مثلا أو أكتب لك صورة كذا بجعل كذا، هذا الذي لا يجوز. أما غير ذلك فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والله أعلم. حتى الناس من المفترض أنها تكرم من يقدم هذه الخدمات، لأنها لا تقدر بثمن أن تحفظ الناس القرآن الكريم أو يضبط تلاوة أو إلى غير ذلك من العلوم، لا تقدر بثمن. وبقي الأمر للتطوع فقط، ربما قد يتوقف خير كثير. صح. شيخنا عام العرابي حفظ الله ربي يبارك فيه إن شاء الله يقول: بعض الأشياء الأعمال الخيرية يقتلها التطوع. لماذا؟ لأن المتطوع يعطيك من فاضل وقته. نعم. حتى شيوخ، يعني شيوخ الزوايا والأساتذة اللي قرئوا القرآن الكريم قديما، كانت الناس تقوم على حوائجهم، يعني صحيح. الحاجة اللي تخصه يلقاها. ممتاز. بمعنى أنه هذا الأمور اللي النية الناس نقصت في هذا. يتوقعون أن يطلب المال من كل شخص إلا محفظ القرآن. صح. بل إن بعضهم لو أن محفظ القرآن طلب أو أعطي لعل هذا يتاجر بالكير. صح. وهذا من قلة نيتهم في عظيم ما يلقن فيه أبناءهم. الله يبارك فيكم. إذن اتصالنا مع أستاذنا، أستاذ أحمد فريطس، مفتش سابق للغة العربية للتعليم المتوسط. مرحبا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. طولنا عليك شوية، تفضل أستاذ. المشاهدين الكرام، الله يبارك فيك شيخ، تفضل. في هذه الصورة حسب ما تأملت فيها وجدت أن الغرض الأساسي من الصورة هو دحض شبهات المكذبين بالبعث للحجاج القوية، إرغاما لهم على الإذعان والتسليم للحق. بعدما مهد لها بالقسم والتأكيد على أن عذاب الله واقع بالمكذبين به، بين الأهوال اليوم الذي يقع فيه العذاب عليهم. ثم قارن أحوال المؤمنين الأتقياء وأطنب فيهم، يعني توسع فيهم،
والآن وصل إلى الإلزامات العقلية. صح. 15 إلزام عقلي قوي جدا يترقى من إلزام إلى إلزام أقوى منه، أبطل كل الشبهات التي تعلقوا بها، وقال أم هذه أم تتضمن بل وهمزة الاستفهام. والعرب دائما يقولوا في بعض الأشعار تاني يقول دع هذا وترك هذا، يعني أسمع هذه ونقول لك هذه، أسمع هذه هي الأغرب، اللي بعدها هي الأغرب، واللي بعدها هي الأغرب، حتى يوصلهم إلى أم لهم إله غير الله، يعني ما كش أكثر من هذه. ثم بعد ما يقول هذه الإلزامات يرجع يقول النبي صلى الله عليه وسلم هادوا معاندين، ولذا قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا صحاب المركون. هذه لا يرجى منهم، الذي يعاند لا يرجى معه الحجج، لو كان عندهم عقل ورشد هذه الحجج كافية جدا. ولذا قال وإن يروا كسفا من السماء، ماذا الحجج لا تنفع معهم؟ قال ماذا بقي لهم؟ بقي لهم التهديد والوعيد. قال الآن فازرهم، خليهم الآن أنا نتولى أمرهم، أنت الآن قمت بالواجب. ثم قالوا يعني بعد ما بينوا سبب عدم الإذعان، هادو ما يذعنوش، قالوا هؤلاء السبب هو معاندين. بعد ما قالوا أنتم معاندين، قال سل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قمت بالمجهود، أتركهم الآن وخلهم علي الآن في عنادهم يومهم الذي يوعدون، خلي الآن سيأتيهم. ثم لما هددهم وتوعدهم رجع بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت أصبر بحكم ربك، فإنك في محل عناية واهتمام، واستعين على الصبر بالعبادة وقيام الليل. صح. يعني في هذه الصورة إرشادات قوية جدا للدعاة لله سبحانه وتعالى، كيف يبدأ الإنسان بالتدريج شيئا فشيئا. وفقني الله وإياكم إلى الله. يبارك فيك شيخ، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، ونشكرك على هذه المشاركة الطيبة أستاذنا أستاذ أحمد فريطس، مفتش سابق للغة العربية للتعليم المتوسط. تمثيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام. تحية متجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل، نستمر في مدارسة هذه الآيات البينات من سورة الطور في هذا المجلس من مجالس القرآن الكريم الذي يأتيكم مباشرة من قناة القرآن الكريم من قناة الخامسة للتلفزيون الجزائري. وصلنا إلى المقطع الرابع مع أستاذنا أستاذ مالك، نتوقف مع بعض المعاني. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. بارك الله فيك أخي أمين، ونشكر أستاذنا فريطس على هذا التلخيص البديع في حوالي ثلاث دقائق، يعني ذكرنا كل مقاصد الآية ويعني نفعنا في بعض ما سنفسره الآن. صح. وهو العناد، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. الكيد ورد في القرآن في مواطن مع ألفاظ أخرى قيل تنسب إلى الله بقيد كالاستهزاء وكالمكر وكالمخادعة، وقيل الكيد لا يتطلب مقابلا لأنه قد يكون حسنا لصاحبه وإن كان ينزل سوءا بمن سيقع ضده، بدليل قوله تعالى لسان إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقال الله سبحانه وتعالى في الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم قالوا نتربص به ريب المنون، قيل رد عليهم بأم عندهم الغيب، يعني أنتم تنتظرون أن يموت. هل عندكم في علم الغيب أنه سيموت قبلكم الآن أم يريدون كيدا؟ فالقرآن يقول إما أنهم ينتظروا الموت أو يسعونهم إليها، فعلى الأول إن كانوا يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنك ستموت فهم كذبة، وإن كانوا يريدون أن ينالوك بسوء فهم مخطئون لأن الله سبحانه وتعالى سيحميك. أم يريدون كيدا؟ لاحظ في البلاغة يقول لك الإظهار في مقام الإضمار، كان مقتضى هذه القاعدة أن يقول فهم المكيدون، لكن قال فالذين كفروا هم المكيدون لشيئين، ليدل على أن كيدهم بسبب كفرهم لا بسبب إرادتهم الكيد. لو قال أم يريدون كيدا فهم المكيدون لتوهم متوهم أنهم لو لم يريدوا كيدا فليسوا مكيدون، لا يكيدهم الله. صح. لكن
حتى ولو لم يريدوا بك كيدا، مجرد كفرهم أعظم كيد لهم. قيل هم المكيدون هم المعذبون، وقيل هم المكيدون هم الذين يحق عليهم الكيد في الدنيا والآخرة. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ فليتصف حقيقة هي آخر آية في الإلزامات. بعد كل هذا الكلام أنتم لا تعلمون الغيب ولا يطلب منكم أجر ولا قدرة لكم على أي شيء، أنتم ضعفاء، الله هو القادر، مقتضى ضعفكم أن تلجأوا إلى القوي إلى الحي القيوم، لكنكم التجأتم إلى آلهة أخرى لا تنفعكم ولا تنصركم لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الإنسان يأوي إلى الركن الشديد، أما أنتم فآويتم إلى أركان ضعيفة. أم لهم إله غير الله، إله حقيقي، أما الآلهة الباطلة فلهم، ما أكثر آلهتهم، سبحان الله عما يشركون، تنزيه ينزه الله عن كل نقص وعن كل شريك، لأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. فذرهم حتى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. السماء وصف قال بعضهم الشيء الأعلى وهو الشمس، والسماء وصف بالكسف في القرآن، والشيء الأسفل وهو القمر، والأرض وصف بالخسف، خسوف القمر وكشوف الشمس، قالوا السين دون الكاف في المخرج، فاستعمل الأدنى للأدنى والأعلى للأعلى. وهذا الآية عجيبة، فيها أن أهل الخير يفعلون الخير وقلوبهم وجيلة، أما أهل الشر فيفعلون كل المنكرات، حتى إذا نزل عليهم عذاب الكسف هو القطعة من السماء ساقطة، يعني لم يروها في مكان ثابتة، هي ساقطة ستسقط عليهم لتهلكهم، في منتهى الغرور يتمنون على الله الأماني ويقولون سحاب مركوب سنمطر بعده تماما، كما في الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن الذي هذا حاله هذا في منتهى العناد، وقيل تضيع الوقت مع مثل هؤلاء لا فائدة فيه، وعليه يحمل فضرهم، أما فذكر فتحمل على المشفقين الذين يخافون الله عز وجل. أي بارك فيك شيخ. بارك الله أستاذ يحيى، جزاك الله خيرا. بارك فيك شيخ. الشيخ مالك، ربما هنا في قوله سبحانه وتعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، العاقل إذا أحسن استخدام عقله لابد أن يصل إلى هذه الخلاصة، سبحان الله، لأنه يرى أثر عظمة الله عز وجل في كل شيء، حينما ينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى سبحانك ما خلقت هذا باطلا، إنما كل هذه المخلوقات تدل على الله. لهذا العلم يقود إلى الإيمان، من أحسن استخدام عقله في التأمل والتعلم فإنه سيصل إلى هذه النتيجة، سبحان الخالق الذي أوجد هذا الكون وأوجد هذا الإنسان. صح، الله يبارك فيك أستاذ عبد الكريم. إذا كان فيه الله يبارك فيك، يمكن نرجع إلى ما بدأ به الدكتور مالك حفظه الله، إلى قوله عز وجل أم يريدون كيدا. الاستفهامات التي سبقت كلها أو بعضها أو البعض منها يكون الجواب عنها بلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا لم يخلقوا شيئا وليسوا بخالقين ولم يخلقوا أيضا من غير شيء. أما هذه فجوابها نعم، يريدون أن يكيدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بإبطال دعوته بإهلاكه بقتله بإخراجه إلى غير ذلك، لكن كيدهم هذا هو كيد ضعيف مقارنة أو بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ويمكرون ويمكرون الله، لأنهم بالفعل كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا دعوته تنتشر وأنهم لا قبل لهم بإيقافها أو لا قبل لهم بها، فاجتمعوا وقرروا ثلاث أشياء، إما القتل وإما الحبس وإما الإخراج، يعني النفي، ينفونه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، استقر رأيهم على القتل، ورأوا أن هذا الأمر ليس بالسهل، لأن قوم رسول الله عليه الصلاة والسلام سيطالبونهم بدمه، فاتفقوا على أن يجتمعوا جميعا ويفرقوا دمه بين القبائل، ولكن الله تبارك وتعالى أكبر منهم وأقوى منهم،
فقدر ما قدر، فهذه الخطة فشلت كما يقال. الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يبارك فيك شيخ أستاذ عبد الكريم. المقطع الخامس أستاذ يحيى. نعم، نواصل مع قول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي إذا لم تفيدهم هذه الحجج كلها ولم يقتنعوا بهذه البراهين وأصروا على عنادهم وإنكارهم لله لوجود الله أو إنكارهم للبعث، فذرهم حتى يصطدموا بالبعث، فذرهم حتى يلاقوا الملاقات كما يقال آخر الدواء الكي، هكذا الشيء آخر الدواء الكي. نعم، ففي النهاية سيصطدمون بهذه الحقيقة التي ينكرونها، وهي اليوم الذي فيه يصعقون أي يخرجون للعذاب، فتصيبهم صعقة من شدة الخوف وهول ذلك اليوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم، يوم الثانية هذه بدل عن الأولى، أي في هذا اليوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ما كانوا الكيد المذكور في الآية السابقة. نعم، كيدهم في الحياة الدنيا لا كيدهم في الحياة الدنيا لا يغني عنهم يوم القيامة شيئا. لماذا؟ لأنه في الدنيا قد يغني عنهم شيئا كيدهم، أي مكرهم سعيهم قد يدفع عنهم بعض العذاب في الدنيا، يعني بعض ما يلاقونه من أهل الإيمان في المواجهات قد يعني ينفعهم شيئا من النجاة من بعض العذاب، لكنه يوم القيامة لا ينفعهم شيئا، لا يغني عنهم شيئا، وإنما يحق عليهم عذاب الله عز وجل. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، بل ولا يجدون من يدفع عنهم العذاب في ذلك اليوم، أي من ينصرهم في ذلك اليوم بأن يدفع عنهم العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل هذا العذاب الشديد الذي هو عذاب يوم القيامة، هناك عذاب دون ذلك، دون بمعنى أقرب، أي أقرب من هذا، وهو عذاب الدنيا بما سلط الله تعالى عليهم القحط والجدب القحط والجوع ومن الحروب وفي بعض الأحيان من الزوابع ومن مصائب الحياة الدنيا، فكل هذا عذاب دون ذلك، أي أقرب منه، ودون بمعنى كذلك أقل، فهو أقل من عذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون بأن هذا العذاب الذي سلط عليهم في الدنيا إنما سلطه الله تعالى عليهم بهذا الحجم، يعني قليل، لو شاء الله تعالى لأهلكهم في الدنيا، ولو شاء الله لا سلط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما هو عذاب الآخرة، لكن كان عذابا دون ذلك تنبيها لهم، كما قال سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهو عذاب قليل في الحياة الدنيا، ليس المقصد منه العقوبة فقط، إنما التنبيه حتى يرجعوا إلى الله عز وجل، فإذا أصروا وعاندوا فذرهم حتى يلاقوا العذاب الأكبر. نسأل الله تعالى العافية. وإياك إن شاء الله. الله يبارك فيك أستاذنا. أستاذ عبد الكريم إذا كان بارك الله فيك. هاي جزيك تفرجي. يعني معلش نرجع إلى أول ما بدأ به أيضا. تفرج شيخ. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم بمعنى هنا اتركهم. اتركهم يفعلون ما يشاؤون من هذا يعني المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام والمكر بأصحابه وتعذيبهم و يعني يشيعون أنهم على شيء ويسفهون أحلامهم إلى غير ذلك. وليس الترك هنا ليس بمعنى يعني اتركهم لا تدعوهم مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يبقى على حاله في الدعوة، ولأنه هو مبلغ يبقى يبلغ وبداية قوله واصبر واصبر بعد ذلك من الصبر الصبر على الدعوة حتى لا يفهم ربما الداعي الآن يستطيع أن يستفيد من هذا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، قد لا يستجيب الناس له أو يسمع منه ما يؤذيهم مثلا، هو لا يتوقف عن دعوته، فالترك هنا لا يقصد به ترك الدعوة والله أعلم. رأي جزيك. آمين إن شاء الله. أستاذ مالك، حتى نعود المعنى أنهم لم يركنوا إلى
شيء قوي إن صح التعبير أو ركن شديد في هذه الجزئية، ولا هم ينصرون لو أنهم ركنوا إلى شيء يمكن أن ينصرهم لو كان ذلك قويا يمنعهم من هذا العذاب كذلك ومن الكيد. بارك الله فيك. ولذلك قال مؤمن آل ياسين في سورة ياسين: إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. مثل هذه تماما، صح، أي أنهم الإنسان إما أن ينتصر لنفسه أو ينصره غيره. أحيانا إن عجزت أنت عن الانتصار ربما نصرك غيرك. ولاحظ هناك فقال يوم لا يغني عنهم كيدهم، لم يقل يوم لا يغني كيدهم شيئا. لو قال كيدهم لربما فهم فاهم أن المراد لا يغني كيدهم غيرهم، لكن يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي أنهم لا يغنون أنفسهم ولا ينصرون من طرف ولا آخر ولا ينصرون من غيرهم. الله يبارك فيك شيخ. في ختام الآيات الكريمات أستاذ حمدوش، بارك الله تفضل أستاذ. جزاك الله إن شاء الله. بسم الله والحمد لله. قوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعينا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النهار. معناتها الخطاب هنا موجه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اصبر يا محمد. والصبر هو حبس النفس عما لا ينبغي فعله كما عرفه العلماء. وقوله عز وجل لحكم ربك هنا يشمل الحكم الكوني ويشمل أيضا الحكم الشرعي، أي اصبر لما حكم الله عز وجل به عليك من وجوب إبلاغ الرسالة. فالله عز وجل حكم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوجب عليه أن يبلغ هذه الرسالة. وإن أصابك ما أصابك من جراء هذا الإبلاغ فاصبر لحكم ربك الكوني الذي قدره عليك من إيذاء قومك لك، يعني من هؤلاء المشركين لهم يعني أمعنوا في إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وطبعا هذه الأشياء حدثت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثت أيضا لمن سبقه من الأنبياء والرسل، كذلك أوذوا في سبيل الله وصبروا على ذلك. صور كثيرة ربما الوقت لا يكفي من إيذاء المشركين لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها أنه يعني ألقي على ظهره سل الجزور وهو يصلي أمام الكعبة، يعني عند أأمن مكان كما يعتقدونهم أيضا. ومنها أيضا أنه رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه لما جاء راجع من الطائف حتى أم المؤمنين لما سألته قالت هل يعني مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فأذكر لها هذا اليوم كما قال: فلم أفق إلا وأنا بقرني الثعالب من شدة الهم وما حصل له عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك كان يصبر النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لتوجيه الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. معناها أنت تحت رعايتنا، تحت رقابتنا، تحت حمايتنا، وفي تسلية لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي قل سبح بحمد ربك، قل سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله وبحمده حين تقوم، هي عامة في كل شيء، حين تقوم من مجلسك، حين تقوم من منامك إلى غير ذلك، يعني في كل أحوالك. ولذلك إلى صلاتك مثلا، حتى مثلا في المجالس، لذلك شرعت ما يسمى بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني سبح بحمد ربك هنا من للتبعيض، يعني من بعض الليل، كيفاش يقول في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني ليس الليل كله. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض من الصحابة يقول أحدهم، حديث البخاري في ثلاث نفر تكلموا محل الشاهد من الحديث، أحدهم قال: أنا أقوم الليلة ولا أنام. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: أما أني أخشاكم لله ولكنني محل الشاهد أقوم الليلة وأنام، في رواية أقوم الليلة وأرقد. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ما معنى وقت إدبارها؟ في أمران اثنين، قيل: هل المراد إدبار ضوئها بانتشار ضوء الشمس، أم المراد به إدبار ذواتها بعد الغروب؟ قيل: الأمران معا واقعين، والمراد بذلك صلاتان اثنان: صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أفضل الصلوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود صلاتي الفجر
والعصر، فالإنسان يحاول أن يسبح الله تبارك وتعالى ويكثر من ذلك في هذين الوقتين، والله أعلم. الله يبارك فيك. ومن الليل فسبح وإدبار السجود في سورة الذاريات. بلغنا النهاية مع هاته الآيات الكريمات وهاته السورة الكريمة. شكر لكم أساتذتي الكرام، لكم جزيل الشكر مشاهدينا الأفاضل، تحياتي تحيات الأساتذة الحاضرين معي وفريق العمل الذي خدمكم في هذا العدد. دمتم أوفياء لجميع برامج قناة القرآن الكريم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. كالغمام مع القرآن.